footballeurs algériens ont quitté aujourd'hui la métropole. ميدالية ذهبية للفريق الجزائري. في توفيق في المركز الأول. مبروك جول. It's the new world champion and it's a championship record. بتسديدة حطها في الجول يا ريان, حطها في الجول. مشاهدينا الكرام, اهلا وسهلا بكم في هذا الوثائق الجديد من السلسله لا كازا دي سبور. عدد جديد سنخصصه لموضوع يكتسي اهميه بالغه في مشوار اي لاعب. العديد منا يتساءل, هل يمكن للاعب كره القدم ان يوفق بين الدراسه والرياضه؟ هل يمكن ذلك ان يكون عائقا امامه؟ وهل هناك امثله حيه للاعبين وفقوا بين الاثنين, بين القلم والقدم؟ موضوع العدد الجديد من السلسله لا كازا دي سبور, تابعوا معنا. شوف, هي الاول اللي نجول الرياضه عموما وكره القدم خصوصا, نشوفوا باللي اللاعبين تاع كره القدم عموما ما عندهمش مستوى عالي مقارنه ببعض الرياضات الاخرى. المثال الاكبر يعني اللي ناجحين في الرياضه وفي في في اسمه كيما نقولوا احنا في الدراسه, هي في الولايات المتحده, اللي عندهم ماهوش معقول تكون رياضي وما تكونش جامعي رياضي. على بالك باللي كاين في الذكاء الرياضي والذكاء العلمي يتوافقوا. الذكاء الرياضي عنده حد, ولكن الذكاء العلمي حيزيد يخليك تتعدى هذاك الحد. دوك هنا يخلق الفرق. يعني واحد عنده ذكاء يعني رياضي تخليه بطبيعه يمارس كره قدم وتشوفه لاعب ذكي في الميدان, ولكن باش تلحق المستوى عالي الجانب الذكاء الدراسي والنيفو انتيليكتويال يساعدك في لاسيميلاسيون. ولهذا اليوم نجمو نقولوا يعني بدراسات علميه اللي تقول لك باللي لما لعاب يكون عنده مستوى دراسي عالي وعنده امكانيات رياضيه يقدر يلحق للمستوى العالي, لان الاستيعاب نتاعو من ناحيه يعني اللفظي او يعني كما نقولوا الاتصال مع المدرب ديالو, يعرف الامور ويعني يتقنها ويحللها ويعرف يعني المغزى ديالها وين رايح بها. Il faut aller jusqu'à Tizi Ouzou en plein cœur de la Kabylie pour dénicher le capitaine de la sélection algérienne. C'est là Khalif Fergani qui vient d'obtenir à 29 ans ses diplômes d'architecte exerce ses talents de meneur de jeu dans la fameuse équipe de la JET, championne d'Algérie. Khalif Fergani, ex-capitaine d'équipe nationale 82. انا تكونت في النهد ومن بعد رحت للجي اس كا. دونك جي دو كلوب دون ما في لي دو كلوب و جي دي تيتر اي لو نومبر دو سيليكسيون 73 سيليكسيون. بون, انا بديت في حسين دي ان 67. لو بروفيسور ديدوكاسيون فيزيك عمر بوديسا اونسيان جوار تاع النهد. دونك او نيفو دي جون اون افي توت لي كونديسيون. Toutes les conditions étaient réunies. Ma chère Elfenet, les clubs Kamel, les jeunes, qui ont bien pris en charge l'équipement, la période d'entraînement, n'entraînaient pas la chia. Donc, ils s'adaptent au niveau de scolaire des enfants. Mais surtout, le sport scolaire. Le sport scolaire, ma prache, le sport scolaire. Je suis là. Mais c'est là, sur le macadam de la rue, dans les cours des grands ensembles, que l'Algérie de demain forge les armes de ses victoires à venir. On a kikimlt Jules Ferry, rentre là en Ramadan, lycée, les trois ans avec la première terminale, les trois années. En bad, on a comme compte foot technique à Ramadan, dit l'architecture. دونك خمس سنين تاع الاركيتكتور.
باش نوجد الدبلوم تاعي باش نكمل ان جانفي 79 سبتمبر 78 حتى جانفي 79 ما لعبتش ما كنتش نلعب باش نوجد الدبلوم تاعي دونك لو كلوب اي كومبروني سيت سيتوياسيون على بالهم زي باش نوجد الدبلوم تاعي كنت نونتني طون طون باش ما نلعبش شامبيونا كي كان جي اوبتوني مون دبلوم en janvier 79, le 79, on va y aller la GSK. Donc c'est devenu difficile, ben, je dirais, des études supérieures où tu l'as à haut niveau. Quand je dis à haut niveau, c'est-à-dire en Ligue 1. En Ligue 1. Parce que là, tu vois, les clubs ne s'adaptent pas au niveau scolaire de leurs joueurs. كاين بعض يعني للاسف بعض الانديه وين على بالهم يعني المربي تاعهم يعني ماذا به يكون عنده اللاعب في يده يدرب خمس مرات في الاسبوع وما يراعيش الجانب الدراسي. هذا الامور اللي كانت كنا نشوفوها وحتى احنا يعني شخصيا كنت نواسيها ونحفز اللاعبين ولكن كاين كلكو زونترينور خاصه في البيتي ديفيزيون يقولوا لي جوا تاعك يقولوا لي جوا جيبوا البولتان عندك البولتان مليح تجي تلعب ما عندكش غير روح للدار هذوك يحثوهم باش يلعبوا بصح هذو وين موجودين؟ موجودين في الاقسام واسمو السفلى بصح تاع واسمو لا ناسيونال 1 و 2 ما يقولوا اللاعبين تاعهم بصح كاين كلكو جوار انا نعرف كلكو بعض المدربين اللي عندهم دي جوار راح يجوزوا مثلا الباك ولا يقولوا لهم روحوا تقراوا الى اخره يخيروا ديروا ان شوا ديروا كذا ديروا كذا صحيح ان لقل الاولياء يعني ولاو يشوفوا نوعا ما ماشي الكل على كل حال بين قوسين بعض الاولياء يعني ولاو يحثوا اولادهم على التدريبات او ديتريمون دي زيتود يعني شيء مسعف تشوف انت يا الاب يعني ما يتبعش وليده في الدراسه تاعو وتشوفه يتبعه في الرياضه تاعو في التدريبات تاعو هذا شيء مؤسف نوعا ما. احنا اليوم اللاعب الجزائري يحبوا كاع يولوا كاع رونالدو وكاع ميسي ما كاش كاين رونالدو واحد وميسي واحد ما نجموش نلحقوا كاع المستوى هذا وبعض العائلات وبعض الاباء يقول لك واش يقول لك يقول لك علاه يقول لك علاه انا اليوم وليدي علاه يقرا جو بريف انا وليدي راح يلعب وصح لما تشوف انت واحد خدام مثلا يدي جوج ملايين ثلاثة ملايين أربعة ملايين ولاعب كره القدم يدي واسمو 600 مليون 400 و500 مليون حتى الاباء ولات عندهم العقليه يحثوا واسمو الابناء تاعهم باش يروحوا كره القدم Tahar Mourad, né le 28 novembre 1969, ancien joueur de football de la JSK, du Mouloudia d'Alger, aussi de la sélection nationale des jeunes. Et actuellement, j'ai fait des études de médecine et actuellement je suis médecin au lycée sportif national de Draria. Les études, surtout le crédit familial et les parents, Kraya, Yassah et tout. Donc, j'ai fait le primaire, le secondaire, le collège et le secondaire. Et le collège, déjà le primaire, j'étais dans l'école de football de la JSK. Donc, à partir du collège, donc j'étais à la JSK. Au Wartadak, pratiquement 100% hein, des joueurs, que nous y croyons, hein, que ce soit le collège ou le secondaire. Donc, pour l'akhor, qui a un terminal pour passer le bac, l'équipe des juniors, il y avait, Wakila, si je ne me trompe pas, 9 à 10 bacheliers. Donc, ou l'akhorin, peut-être, il y a certains qui ont en première ou la Hadja, peut-être, il y avait un ou deux, ils étaient déjà dans des instituts.
الوقت هذاك ديجا لو كلوب في لاجي اس كا اون تليس با لازم سوا تقرا في الليسي ولا ما 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 تجيش باغيزمبل الباك ما تجيبش الباك ولا ما تجيش الليسي توي دون ان سونتر دو فورماسيون بروفيسيونيل دونك براتيكمون سادير بكري سي ناتورال كان جوار دو فوتبول سورتو فري كاتيجوري جون يكون يقرا. L'université et on est mazelni junior parce que j'ai eu le bac quand même à 17 ans et demi, c'était un avantage. Donc mazelni, c'est-à-dire j'étais en junior, mais à l'université. Donc il n'y avait pas ce problème. Donc les juniors on s'entraînait la chia, donc les cours, les TD le plus normalement à l'université. Ça, le problème, c'est quand tu es là ton senior. Là ton senior, c'était en été, parce qu'il n'y avait pas d'études, donc j'ai fait la préparation. Après, c'est le septembre, et moi, j'ai mes études. Et une fois, Mhidin Khalaf, l'aïd Kourb al-Khair, il a dit, voilà, je sais que tu as tes études, tu seras un futur médecin, mais là, on doit faire un programme, tu puisses faire un cas, parce qu'on a besoin de toi. Il y avait, j'étais pas seul, il y avait 4-5 joueurs aussi, en senior, n'entraînons l'Achia avec, bien sûr, des adjoints. Il y avait l'Arbès, il y avait Abderzak Harb, il y avait l'entraîneur des juniors. On nous faisait des séances, la même séance, il y avait l'Achia. أعطى كرة من ذهب إلى اللاعب أي الطاهر. J'ai raté des cours. J'ai raté des cours, il faut le dire. Bon, Bekri, c'était, il n'y avait pas les photocopies, c'était le papier carbone, la horse, habuk, traf la bibliothèque, on revoit le cours et tout. C'est pas facile. Je crois que Lucan, c'est une question de 3 ans, 4 ans. C'est pas, on croit que c'est gérable. Mais quand c'est 6 ans, c'était difficile. Là où j'ai trouvé le problème, c'est à l'internat. Là, l'internat, c'est la pratique carrément, les leaders, les études de médecine, c'est les astreintes, les gardes. Là, ça a été difficile pour moi. Je me rappelle que le football a à peu près 6 mois. Et là, c'était difficile pour moi. Donc, j'ai un peu. C'est-à-dire, je suis au football pendant 6 à 8 mois. Je m'entraînais, mais je n'étais pas régulièrement convoqué et tout. Donc c'était un choix, et il fallait terminer. Il me restait une année, là, j'ai terminé, alhamdoulilah. Et j'étais jeune, j'avais 25 ans, hein. Donc quand j'ai terminé, bon, après je me suis donné à 100% au foot. Le meilleur exemple, que j'ai eu l'occasion, où il compte Fimouloud il Jazir Dribto, il est Mourad Aït Tahar, oui, c'est un gentleman. مهما تكون الحاكم ضده ماشي ضده ولا يعني في لا كومونيكاسيون تاعو في كيما التصرف تاعو مع الزملاء مع في الاداره في هذه ومنا مستوى لانه بكل بساطه الطبيب سي تان ميدسان نفس الشيء اللي كيما كانت عندي الفرصه شفتو بون ما دربتوش بصح شفت كيفاش يعني التعامل تاعو ولا هو سي زوبير باشي نورمال كما كانوا بوكو دو جوار تاع الموك اللي كانوا زمان يا زمان اللي كانوا في مستوى اللي عندهم مستوى دراسي كبير. في بعض الاحيان يدخل في بعض الاحيان ما يدخلش الشيء اللي اثر على معنويات اللاعبين وهذا هدف التعادل الجميل جدا من ايطال اللي كان يلعب في الموسم الماضي في الصفوف اللي هدف جميل جدا الكره تضرب في القائم الايمن ثم تدخل في الدقيقه. Donc j'ai été champion deux fois, j'ai joué 5 finales, donc j'ai gagné deux coupes d'Algérie, j'ai perdu 3, une super coupe d'Algérie, une ligue des champions, d'ailleurs avec Ali Fergani comme entraîneur, d'ailleurs c'était sa première année en tant qu'entraîneur. Donc voilà, et en tant que médecin, la satisfaction c'est que même en tant que médecin, donc j'ai fait plusieurs Coupes d'Afrique, j'ai fait les éliminatoires des Jeux Olympiques, j'ai fait beaucoup de tournois UNAF et surtout la participation en Coupe du Monde de 2009 au Nigeria avec les U17. سيد احمد شافي خديس لاعب دولي ولاعب سابق محترف صفوف عده انديه جزائريه لا غير النصر حسين داعش شبكه القبائل مولود الجزائر
كذلك عندي مسيرة دراسية من خلال هذا المشوار الكروي، وفقني ربي وكان لي الحظ أني كملت دراستي والحمد لله. حمزة لعب، حمزة يتوعمر لعب سابق في وفاق سطيف، في اتحاد الحراش، اتحاد العاصمة، شباب الوزدان، 35 سنة. خلاص جون دو داريتي ما كارير دو فوتبالير، ان شاء الله جو بريبار ما ريكونفيرسيون باش pour préparer l'après football inchallah. Ayman Madi, لاعب كرة القدم في عمري 35 عام، تدرجت في الاصناف الصغرى تاع رائد القبة، في كل اصناف ثاني تاع الفريق الوطني. من بعدين لعبت 3 سنوات في رائد القبة اون كو سينيور، ابري رحت نصر حسين داي انا لعبت موسمين، بعد ذلك تنقلت الى شبيبة القبائل انا لعبت ثاني موسمين، كانت تجربة ناجحة لأبعد الحدود. بدينا بديت لاج دو 8 كيما كاع الناس كنا صغار، كنت في اليبوك في اتحاد العاصمة. سي فيك سيتي ان بو دور باسكو بوغ التيرني بين لي زوج لازم كنا نكملوا المسيدة بكري على 5 ولونترينمون سيتي ا 17 طون، دونك كان عندي لو بابا كان يعاونني كان يديني ويجيبني يستناني من لونترينمون باسكو سي فريمون دور، وهو كان يشجعني باش نزيد نقرا باسكو إلي إيتي بوغ. بديت كرة القدم في الأصناف الصغرى لرائد القبة سنة 1999، أين تم انتقائي من طرف المدرب علام عميروش اللي هو مدرسة كبيرة في كرة القدم الجزائرية مع الشيخ عمر دحان. بعدين لعبت مينيم كادي جونيور ابري اون جونيور جو بونس انفان اون في لي كاتيغوري جان جو بونس كو كلش كان سهل. اولا كي تكون صغير ما تحسلهاش بزاف، نقول لك علاش ما تحسلهاش بزاف، باسكو نفس نمط التدريب لكل لاعبين، الدراسه ومن بعد الدراسه نتلاقاو وندربوا مع الزملاء من 5 تاع العشيه وروح ولا من 4 من بعد الدراسه، بعد ايام دراسه. بعدين نهار تلحق اون ايتون جونيور سي لا كو تو فاس باسكولي، باسكو علاش في كرة القدم الجزائرية سيرتو اون الجيري نظن انه الفئة هذه تاع لي جونيور اللي هي الاواسط، لاعب يوقع بين صراع بين حب عشق الكرة وواجب الدراسة، فهمتني؟ لازم عليه يخير ان دي دو. الحمد لله انا جي في لي دو، انا جي با شوازي، انا جي في لي دو، وهذا بفضل الوالدين وبفضل المدربين اللي كانوا يعاونوني بزاف. من 12 سنة حتى لربما يلحق اللاعب وين يمضي العقد المحترف تاعو ما كانش دي سون دو فورماسيون، وهذا هو الشيء اللي ربما ياثر بزاف على اللاعبين في الانديه كو سوا انديه المحترف ولا انديه الهاوي. En dehors du sport scolaire, les clubs tani doivent avoir leur base de vie. الكلوب اللي عنده لين باز دو في، باز دو في ماناش نقول انا بلين باز دو في كيما ريال مدريد ولا كيما البي اس جي ولا كيما لي زيك لي غران كلوب بروفيسيونيل انجلي، مي ان مينيموم دو مانيير اسكو اي بوف افوار ان بروغرام، بالك يجيو يقريو الدراري، بالك يديروا سون دو فورماسيون با لا سويت. كاين مثلا ما عدا ربما الأكاديمية تاع بارادو ولا أكاديمية الاتحاد الجزائري لكرة القدم اللي مثلا مثلا يجيبوا دي جون صغار منا ويقراوهم. واه هنا الجواب بسيف عليه يقرا، يلقى يكون مثقف باش تعرف تحضر وليق ليق تقرا ليق، خاطش بلا قراية ما تعطيك دير والو في حياتك، ماغري تلعب بالون تكون تلعب غاية بصح ما دير والو. نهار مشيت لفرنسا ورحت لنادي روان c'était d'ailleurs j'avais fait une détection on va être قبلوني وقعدت معهم. en fait là bas le système de centre de formation تقرا صباح 9 ل 12 ولا 9 ل 1 ومن بعد تفطر عندك une petite sieste après les entraînements c'était l'après-midi. يعني كان كل شيء مرتب وكنا نقراو على كل شيء، على la communication، على le professionnalisme، على l'adaptation، كيفاش كي نروح نبدلوا بلاد، كيفاش كومون سكومبورت، كيفاش نهضروا مع الناس برا. كاين بعض المدربين ربي يسامحهم كانوا يبوسيو لاعبين انه يستغناو عن الدراسه تاعهم ويجوا باش يتدربوا، وهذا خطا كبير. صح هذه سي ان فينومين جديد هذا اللي جاب الكره الجزائريه، خاصه وان الناس
دوك الواحد يشيخ سون انتيغي، يعني مدرب يشوف لاعب لونيفرسيتير ويلعب منيح ماذا به يقعد غير في التيران ما يروحش يقرا. انا هذا عاقل سي ان بو ايغويست نقول، لانه اللاعب اللي يكون عنده مستوى دراسي لازم تخليه يكمل، لازم انت تعاونه باش باسكو افيك لا كارير دان فوتباليغ لي تري كورت، يسوفي دو يسوفي دون بليسيغ ولا راح لك راحت لا كارير. Au niveau des études supérieures, c'est compliqué. C'est pour ça que beaucoup de clubs ils n'attendent pas. Ils veulent exclure les meilleurs joueurs des études. Il y a beaucoup de clubs qui font ça. En bad, pour le joueur, il y a un choix qui se fait. Ou عكس ذلك كاين مدربين اللي نحييهم اللي عمرهم ما قالوا لي تخلى على الدراسه، انا ولا اللاعبين اللي كانوا ثاني يدرسوا، كان عام الباك هذاك العام كنت في نصر حسين داي. انا طحت في مدربين يشجعونا على الدراسه على غير ابو علي مشارف، ابو علي ملاروم، يعيش، هذوك كانوا يشجعونا باش نكملوا الدراسه ولا نوقفوها لمده قصيره وتعاود ترجع. درك على ليميت شغل يصيفوا اللاعب اللي عنده امكانيات يحبس القرايه. Alors qu'à l'époque, non. Ils encouragent le Bachir Al-Qara. Quand ils disent qu'il y a un niveau, nous pouvons, Inch'Allah, n'enjah. Pourquoi pas. Le modèle de ce qui est, c'est qu'il y a un peu de ça. Je n'ai pas eu de même si je n'ai pas eu de ça. Mais bon, كان حاقرني وانا بوكو بليش على بالي بلي كانت على جال القرايه باسكو ما كنتش نونطريني. هذا هو المشكل الكبير، وانا اضطريت اني ما ندربش مع الزملاء تاعي في الاسبوع نكمل قرايتي. كنت نونطريني نحييه بالمناسبه فريد زميتي اللي كان المدرب تاعي انا ذاك، اللي كان يجي ويحضر معايا في المساء كي نكمل الدراسه ونروح ندرب مع فريق البحر والشمس في ملعب زيوي. سي كلير باسكو ا مومون دوني كي تلحق اون سينيور تونطريني اون سينيور. Vous êtes appelé à voyager avec l'équipe première, vous êtes appelé à faire des entraînements sur la chia. Il y a des choses qui sont très importantes. Mais malgré tout ça, alhamdoulilah, il y a des choses qui sont très importantes. Le haq, j'ai eu le bac et des sacrifices vraiment énormes. Cheikh Mohamed Belaraj, quand يخليني كان جافي دو 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 جور في لا سيمان اللي عندي لي تي دي في الفتره الصباحيه، وانا ولي زونطينمون تاع لي سينيور سيتي في الفتره الصباحيه. كنت نتلقى صعوبات. هو واش كان يدير لي مسكين؟ كان يحكم لي مدربين تاع الفرق الصغيره اللي جايين في القبه اللي تدربوا في الفتره المسائيه، يعني جوست ابري لي تي دي، كان يحكمهم ويدير لي ان بروغرام ويبعثني معاهم. كي تبدا تقاضى اول اجره شهريه تاعك تتخلى شويه على الدراسه، شغل تطلع لك شويه للراس، تولي تقول واش ندير بالدراسه. الاب ربي يرحمه نشفى واحد النهار عام الباك برومي تريماس ما خدمتش مليح، تالية دخلت جبت البيلتا كاتاستروفيك باسكو كنا نخرجوا بزاف لي ديبلاسمون، كنا نديروا لي ستاج، كنت مع ليكيب ناسيونال اسبوار هذاك الوقت وكنا نروحوا نديروا دي ستاج ليترونجي. شغل هملت شويه الدراسه تاعي، نشفات جبت البيلتا، جا قال لي شنو هذا؟ انا شغل عن بالي في صلاحي باسكو ما نعرفش صغير راني مع لاتي مع اللهوه هذاك تاع كره القدم. قلت واش ندير بالقرايه؟ ما نقراش. هاو قلت له انا خلاص نيت كونترا الله ربي يرحمه طرف لي الدبزه الوجه. وتما شغل مور الدبزه هذيك باش يكاكيني، مور الدبزه قال لي لوسون، دا لي لوسون مورال وفهمني باللي كره القدم ما تدومش والصح هو الدراسه، وباش توفق بين الدراسه وكره القدم باش تكون لاعب وتقدر تروح بعيد في المشوار تاعك لازم تكون درت دراسات نقولوا بوسي وتروح بعيد في المشوار تاعك والحمد لله. ديجا مون بير سورتو كان يعس بزاف، كان يحاسبني بلي بولتان في الكوليج و سيكوندير اشاك فوا يقول الفوتبول قال لي ما نهضر معاك ما والو وري لي لي بولتان و ديك تو اي بيان جو تو لاس. الوغ سي اون موتيفاسيون دو بلوس، سي اون موتيفاسيون دو بلوس. صارت لي اون انيكدوت، كنت في الليسي ولا كنت في j'avais pas j'ai pas une bonne note. قال لي لو بابا مزيج تروح تونتريني، يعني هادشي اللي
خلاني نزيد نكمل. جيت اوبليجي نخدم ثاني باسكو شفت روحي بلي كنت منيح في الكرة القدم. قلت كاع عندنا هذا لو باساج هذا بصح لما يكون الاب وراك ما تقدرش يعني لازم تكمل. بين عشق الكره وواجب الدراسه هنا حيكون المشكل. هو صراع لا ينتهي ولم ينتهي وسوف لن ينتهي نهائيا. تو لي بارون مو جو شيرش كو ايمن لافونس دون سي ستود لا يسون باك Il est devenu bon footballeur et tout ça. La seule chose où je me suis intervenu, c'est qu'il m'a demandé, papa, qu'est-ce que je vais faire comme spécialité ? L'économie, sociologie, psychologie, bon, tout ça. Bon, je lui ai dit, écoute, si tu as l'intention de continuer dans le football, il vaut mieux choisir le journalisme. Baba, tu m'as dit, tu es un sportif. وصافا ليكيب ناسيونال اونجون تما كان ميم سي بابا هو والفوتبول صافي 36 خاطيه كاريمون مي كان يسمع في الحومه يقولوا له جا لي قال لي يا وليدي خذ رايي روح لمجال الصحافه ودير بوكو بلوس ان جورنالي سبورتيف. عندي باك فرونسي ومن بعدها رحت للماناجمنت عندي ماستر دو اون جيستيون كوميونيكاسيون ومن بعد درت ام دي اي اون ماركتينغ. انا درت انتريكو ماناجمنت انتيس مانجمنت وعندي لو داف تاع سي سي اف. انا بيرسونيلمون سبق لي وين خدمت في الميدان اللي عملت فيه. خدمت في دي فونكسيون اللي ما عندهم حتى علاقه مع كره القدم. كنت ريسبونسابل ماركتينغ برودوي ولكن لا باسيون تتغلب على وبيرسونيلمون ما نشوفش روحي نخدم في دي زونتربريز ولا شركات وين عندي دي زورير ادمنستراتيف. ما نحب والفت روحي انديبوندون دونك كلاهما نقدر نتاقلم فيهم ونكون فيهم ولكن لا باسيون تتغلب على نقولوا الميدان لو مونت بروفيسيونيل. شوف انا نقول لك حاجه انا في بون انا خدمت بزاف مع لي جوار مع لي زونترينور منا بون المدربين عندهم كامل واسمه مستوى الدولي ديبلوم تاعهم الى اخره ولكن اللاعبين كاين مرات وين تطرح سؤال على لاعب ما ينجمش يجاوبك سما كاين اللي ما يفهمش السؤال كاين اللي انت يعني تبوزي له كيسيون هكذا يريبوندي لك هكذا ماشي هذاك هو ماشي هذاك هو القصد تاعو. نو صح وهذه ربما اليوم كي نشوفوا تصريحات ولا حتى الاراء تاع الشارع الجزائري عندنا اونيتيكات لاعبين تاع كره القدم وانا كنت نضل ندد ونقول باللي ما لازمش نقول نديروا طابع لهاد اللاعبين تاع كره القدم انهم ما يعرفوش يتكلموا انهم ما يعرفوش يركبوا جمله مفيده. من نقطه جد مهمه لانه احيانا يقدر صحفي افيك اون ديكلاراسيون يا تطلع الفوق يا تحبس المشوار الكروي تاعك. نعطيك انا مثلا احد اللاعبين قلت له كيف هي الاجواء العامه في الفريق؟ قال لي والله غير سخونه. ماني هو يقصد بالاجواء العامه يقصد يعني واسمه لي كليما. واسمو لاعبين واحد اخرين كان ديف واحنا صحفيين وين تخلط مثلا بين الدارجه والعربيه واسمو الفرنسي ما يفهمش يقول لك عاود لي. انا هذا الشيء لانه في مركز التكوين في اي بلد يعلموك كيفاش تتكلم مع الصحفيين الاجوبه كيف تقدر تجاوزها كاين اشياء اللي سي دي بياج دي كيسيون بياج لانه ما كاش كل صحفيين كيما انتوما ولا كيما الناس اللي يسون فريمون كلين يعني اللي ما يحبوش مشاكل لانه يقدر ديكلاراسيون تهلك لك المسيره الكرويه تاعك. دوكا حنا ديفوا نشوفوا في بعض الحوارات مع اللاعبين وكيما قال كيما قالوا كيما كذا ينعرف ميم با اونشيني اون فراز لغويه بالعربيه ولا بالدرجه تاعنا صحيحه وفيها معالم تقنيه تاع كره القدم. نظن باللي اللاعبين في هذا المجال لازم يتعلموا هادشي. يقول لك بعض اللاعبين نتلقاو صعوبات معاهم حتى في ضبط حوار صغير. كاين حتى بعض اللاعبين كانوا يطلبوا منا اننا نديروا لهم حوارات بلا ما يهضروا. هذه اللي نقولها لك كاينه هذه صارت في الصحافه وبزاف اللي صارت. يقول لك يا حبابك واسمو اهدر في بلاصتي. يعني هذه اللي كاينه في الصحافه. بعض اللاعبين تاع البطوله تاعنا راحوا واسمو للخارج كانوا يهربوا بالكاميرا. مات ان نعرف لاعب جاتو كانال بلس واسمو تخبى
تقبل ما حبش يهضر لانه المستوى تاعو ما يسمحلوش. انا ما نلومش اللاعب الحق المستوى هذاك انا ما نلوموش، ولكن انا نلوم حاجه واحده، اللوم انه هذا اللاعب المحيط تاعو اللي ما خلاش اسمه يتعلم. ساسي ان فولي اللي قراوه في مركز التكوين، عنده دي سيونس بالك زوج سوايع في الاسبوع ولا ثلاث سوايع في الاسبوع، فولي كومونيكاسيون، كيفاش يتحدث مع وسائل الاعلام، ما هما النقاط اللي لازم يتطرق ليهم. وكاين بعض اللاعبين صراحه اللي عندهم مستوى دراسي راقي ما شاء الله، ولكن وزادوا نجحوا في كره القدم، وفي بعض الاحيان تلموا يحب القرايه، كاين مواهب كبيره راحوا للدراسه وحبسوا كره القدم. الدراسه صعبك تخلي مام الفكر ديالك يتوسع، مام في لغه التواصل بين مدرب لاعب، بين لاعب والكويكيبي ديالك لاعب، بين 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 بينك نتايا والحاكم، بينك نتايا والمسير، بينك نتايا ورئيس الفريق. شوف كاين، انا قلت لك، انا عطيت لك واسمه مثال لاعب دولي سابق، هضر مع لاعب تاعنا هنايا، هضر معه باللغه الفرنسيه، اللاعب واسمه ما فهمش، اللاعب ما فهمش. لما نجيبوا مدربين واسمه من الخارج، نجيبوه مدربين من الخارج، لاعب اللي ما قراش كيفاش ينجم يتفاهم مثلا اللغه تاع كافالي ولا تاع فيلود ولا تاع اي مدربين هذو اليوم. بعض الانديه اليوم هي توسي، حتى المترجمين هاي دير، حتى المترجمين واسمو تاعهم اليوم. المشكل تاعنا، المشكل هو انه الانديه الهم تاعها الاخير هو انهم يحثوا اللاعبين تاعهم باش يقراوا، إلا باش يشوفوا لي ماتش ويبيعوا وكذا، هذو هما الاولين. في اوروبا ماهوش ممكن ان فريق يلعب محترف وما عندوش يعني كيما نقول لكم مركز التكوين تاعو، هذه هي، ومركز تكوين المكونين، هذا الشيء اللي هو اهم اكثر من المركز التكوين، لان اللي ما عندكش مكونين في مستوى ما عالي، وخاصه ان التدريب عند الشبان، وعند الشبان اللي فيه يعني الفترات اللي خاصه التكوين عند الشبان اللي هما معرفه الطفل والطفوله. الطفل حسب كيما يقول لك العمر ديالو، الطفوله حسب النمو ديالو الفيزيولوجي والبسيكولوجي. الموتيرات تاع الفوت اثر اونضر تاعنا على ونديرو دي لا يا نادي اساسيه من ناحيه تكتيكيه لكره القدم. على سبيل المثال اللاعبين اللي تكونوا عندي يعني ما كنتش اكلمهم بصفه يعني عاميه، كنت نهضر لهم بصفه اكثرها علميه، ومن الالفاظ اللي استعملتهم الفاظ علميه سيدي، تيرم تكنيك اللي استعملوهم عن طريق الفيفا. ولهذا يعني اللاعب كينطلق من فريق الى فريق، ولا مدرب الى مدرب، ولا من بلد الى بلد، ما حش يكون عنده كما يقولوا يعني ا مومون دادابتاسيون، يعني يفا كومبروند رابيدمون لا تيرم. ميم المدرب راح تسهل له المهمه يعني في المستوى العالي ان يتعامل مع هذا المستوى من اللاعبين. هذا سي لو فولي تاعنا. يا ان اوتر فولي اللي هو سي لو فولي ادمنستراتيف، كل ما يتعلق بالامور الاداريه، كونترا، افنون، ريغلومون انتيريور. اليوم رانا نشوفوا لاعبين يمضيوا على دي ريغلومون انتيريور بلا ما على بالهم واش كاين فيهم في اي سي تي. واش حنقول لك انا، سي سكي مالورو في الفوتبول الجيريان. سي ان فورماسيون اكسيليري دو يا ربي ان موا او دو موا. بعض اللاعبين تاع البطوله تاعنا يخلص 200 مليون 300 مليون، كاين اللي يدير 400 مليون بصح ما يقراش، كاين اللي يدير 400 مليون ويت اي ما يسينيش واسمه بستيلو، يسيني واسمه بصبعو. اليوم هاد اللاعبين ما يحبوش يقراو مقارنه باللاعبين مثلا اللي موجودين في اوروبا. خلاص دخلنا الان على الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضايع. السلام عليكم، لاعب نعماني عبد الكريم، لاعب منتخب الوطني أقل من 20 سنة، ولاعب اتحاد العاصمة أقل من 21 سنة، لاعب وسط ميدان. بون السلام عليكم، بوعلم حمزة، حارس اتحاد العاصمة أقل من 21 سنة 19 سنة، منتخب الوطني اللي اقل 18 سنه و 20 سنه. مع الاول كنت في عين دفله، كنت لعب في جيل عين دفله، كنت صباح نقرا نورمال، كنا نونترينيو جوا 5:30، كنا
كنت كنكمل القرايه نروح نونطريني 5:30 ما كناش نونطريني كل يوم، كنا نونطريني من داك الاثنين خميس اثنين ثلاثه وخميس ايا كنا كنت نونطريني نورمال الصباح نقرا نورمال. انا نقرا في ثانويه عندي نقرا خطرة صباح خطرة عشية، تما كي نقرا صباح نروح نقرا صباح نولي على 12:30 نروح نونطريني عشية. كي تكون عندي قراية كي يكون عندي اونطرينمون مع صباح ما نروحش، نروح نقرا ومن بعد نعاود نونطريني مع كاتيجوري واحدة. عامي الاول في اتحاد العاصمه كنت ايديزناف سما كنا نونطرينيو محشيه، كنت نقرا نورمال صباح نروح نقرا صباح نروح نقرا نجي على 12 نفطر نعاود نولي نقرا عشيه نكمل على جوه 5 4 5 4 ونص 5 ايا نفطر شي ونروح محشيه نونطريني. مدربين شغل هو ما يقولكش ما تقراش، هو يحفزك على القرايه، هو ماذا به تانيك لازم تكون معاه اجور باش هو تاني يحب شغل يكون ليكيب ترباح حيتو تسمى ما يحبش تراطي لونطرينمون، مي هو يقول لك يا شغل لازم تقراو كامل تسمى دوك انت لازم تخير دير وقتك القرايه ووقت كره القدم. انا كانوا معايا مدربين شغل يحبوا يقراو، ماشي زعما يقول لك مليح فوتبول بصح قرايتك هي الاولى، ما شغل كانوا يساعدوني باش نقرا، ماشي زعما غير فوتبول كانوا يساعدوني باش نقرا. ما شغل كنا في عين دفلا كان ما كنا زعما ما كانش عندي المشكل هذا تاع القرايه، غير سنا في ليسما شغل بصمار بصراهم مساعديني زعما يقولوا لي روح تقرا، ماشي زعما لازم زعما كيما تجيش تونطريني معنا روح اونطريني مع فئه واحده اخرى، مي شغل قرايتك هي الاولى. Quand tu es dans une ville ou là dans un lieu où tu قرا وتلعب تما tu gagnes beaucoup de temps c'est-à-dire في الترانسبور parce que le transport imagine tu habites je sais pas à 40 km ou à 30 km ou là bon j'exagère 20 km وين تلعب وين تقرا c'est difficile tu termines à 4 heures les études à quelle heure tu rentres du transport tu perds beaucoup de temps tu fais pas de sieste et tout mais quand par exemple quand on est là kima hadou il y a mis du sport et études ils sont dans qui mène le lycée sportif national de Drey, c'est le facteur temps qui est important. Ils sortent par exemple à 13 heures la scolarité tao, ils mangent rapidement, ils sont à la chambre tao, c'est à 5 minutes, ils font sa sieste, ils reviennent, ils rentrent à l'entraînement tao, ils prennent sa douche, ils se reposent une heure, une demi-heure, et c'est les études, les révisions, et là c'est 8 heures de sommeil. Sur le flagellisme, c'est un peu Marrakech, c'est un peu parce que sur le bébé, c'est tout faire bien, karaitek. وبين قرايتك ولونطرينمون ميم شغل في وقت لونطرينمون في وقت لونطرينمون ما كاش وقت قرايه وقت قرايه ما كاش اونطرينمون. مغتربين اللي معانا من داك ما يحبوش يطلقوا ام 16 باسكو كانوا في امتحانات وكامل ميم شغل حنا نسحقوا مركز التكوين في الجزائر باش ننجحوا فيهم في الزوج ان شاء الله. مركز التكوين مهم بزاف اللي حنا مازال ما لقيناهاش في الجزائر باسكو مركز التكوين شغل يدير لك بروغرام سبيسيال تولي عندك وقتك تاع لونطرينمون عندك وقتك تاع الدراسه ثم هو اللي يدير لك بروغرام ليك سبيسيال ثم وقت عندك تروح تقرا تكمل قرايتك تروح تونطريني عادي ثم ما عندكش بروبليم. هذه هي اللي في الاوروب شغل عندهم وقت سبيسيال القرايه ووقت لونطرينمون ثم ما يلقاوش صعوبات. العام اللي فات ما لعبناش شامبيونه كنت في الدار مي كنا ندخلوا بزاف لي ستاج كنا ندخلوا بزاف لي ستاج سما صرات لي شويه صعوبات ما جوش امتحانات سما ما في اداره تاع الثانويه ساعدوني عاودوا لي امتحانات في نهايه السنه وتفوقت وراني في دوزيام اني مي السنه شويه مازال ما دخلنا بزاف لي ستاج ما مشغل طاحت لنا لي ستاج في اوقات الامتحانات طاحوا لنا دي ستاج. ما نصرى لي نفس المشكل تلقى صعوبات في الدراسه باسكو يجيك ستاج في وقت الدراسة بصح حتى تروح ستاج نورمال يعطولك جيستيفيكاسيون يقدروا يعاودوا لك الامتحانات في المدرسة نورمال. رانا نحضروا ألعاب البحر المتوسط في وهران صغار رانا ندخلوا بزاف لي ستاج وطاحت لي في لي ستاج طاحوا لي في أوقات الامتحانات ما شغل سنة مازال ما درت الامتحانات تاعي تسمى بالك دوك نتفاهم مع لي ندير اوتوريزاسيون كامل نتفاهم مع اداره الثانويه باش يعاودوا لي كيما العام اللي فات ان شاء الله. انا تكلمت مع
إدارة الثانوية أمير عبد القادر، وين تفاهمنا باش كي تكمل العام يديروا لي واحد لي زيكزامان تاعي نورمال. ان شاء الله راني حاب شغل نوصل في الدراسه وفي كره القدم في الزوج باش تفرح والديك، وما والديك يحوسوا لك اكثر على القرايه ومن بعد مد الرياضه مد كره القدم. انا ماذا بيا نوفق بين القرايه وبين مشوار الكروي، باسكو مام بعد الشهر اذا كاش ما تلقى بليسير ولا تلقى اي عفسه تعيقك في المشوار الكروي تلقى قرايتك وين تقدر دير بزاف صوالح بقرايتك. تسمى نقول باللي الدراسه تفيدك بزاف، لازم تفرق بين الدراسه وكره القدم. السلام عليكم، اسمي حمزه قوادريه، اسمي حمزه قوادريه زي الديميسات، نلعب في شباب امن القبه. السلام عليكم، اسمي عثمان اسحاق، في عمري 15 سنه، مواليد 2007، لعب امن القبه. في الميار مون نقرا كاتريا ماني رابع متوسط، نقرا في حي بجراح في المي نوفمبر سيام. انا لكل حال الوقت تاعي منظمه، تسمى منظم بين السبور وبين القرايه، تسمى ما عنديش اعاقه كاع بين زعما السبور ما يخلينيش نقرا ولا القرايه ما تخلينيش ندير سبور، تسمى الحمد لله ونقرا مليح واكسيرا. حنا عندنا في المسي تاعنا نقراو كاين ثلاثة والخميس نقراو نخرجوا على 12 ونص، وكاين الحد وثلاثة الحد واثنين والاربعة نخرجوا عزول، نجيو مع في سبور نديرو طرب نص ساعة بساعة، نعطيني غير ساعة صحابي ونعطيني زوج سوايع وكي نكمل سبور نروح للدار نقرا ندير تمارين تاعي نرقد. نوض صباح ربي نلبس كدا نسقى قهوة نروح نقرا، نخرج على 12 نروح نصلي نتكسل، يلحق زعما نقولوا نعطيني على الخمسة، نوض جوي ثلاثة ونص، نوجد حوايجي تاع سبور حوايجي كارطابي ونجي لهنا نتلاقى مع صحابي وندخلوا معايا. كي يكون عندنا اختبارات السمانة هذيك ما نقراوهاش، من بعد زعما يكون عندنا ماتش نهار الجمعة ولا نهار السبت نجي نونطرينو نهار الخميس يكون عندنا نهار، وكي يكون عندنا ماتش نهار الجمعة نجي نونطرينو نهار الأربعاء، هاكا سمانة اختبارات تفرض ما نجوش ليها. هي شوف هي قدرت ماشي ما قدرتش، صح بفضل الشيخ قال لنا ما تجوش تنطيني، تسمى خلانا راحه قالنا باش ما نكونوش سبب باش ما نتقراوش مليح، تسمى ما كاش كاع اعاقه الحمد لله. شوف صراحة دوري أولا كان مربي قبل ما نكون مدرب، يعني مكون مدرب كان مربي، كنت نحث أكثر على الدراسة باسكو نتائج جربت واش معناتها دراسة ولاعب كرة قدم، نظن باللي أعطيت أهمية لهذا المجال باسكو علاش حنا على بالنا ومدارين وعندنا دارين باللي ماهوش يعني سير اللاعب ينجح في كرة قدم في وقت الفئات الشبانية، يعني كانوا عندي أمثلة كما لاعب طوغاي اللي كان ممتاز في الدراسة، كان في عمره 11-12 سنة حتى حوالي البكالوريا، كان عنده حوالي 14-15 معدل ثانوي، يعني كان ينتقل بسهولة وكان ممتاز في المواد العلمية، خاصة مواد علمية اللي عندها علاقة بالذكاء أكثر، يعني وهذا أمر الذكاء يعني ما ينطبقش على واحد يعرف يقرا بك، باسكو الذكاء كاين الذكاء في العلم وكاين الذكاء الرياضي. À l'époque les gens étaient bien formés. Donc la formation camouflait le niveau scolaire. Parce que le terrain, quand nous sommes des joueurs, il y a les madages universitaires, mais c'est un génie. دحلب مصطفى ماجير نهضر على اللي لعبت معهم شعبان بن سخان فهمت سي ديمونسيون اكستراوردينير ديمونسيون اكستراوردينير ما قربش عنده ان نيفو فوتباليستيك دو تري او نيفو. عندما كنت صغيرا في المدرسة الابتدائية حينها كان عمري بين 6 إلى 10 سنوات، في بعض المرات كنت أقول لأمي أنني لست بخير لا أريد أن أذهب إلى المدرسة، وكانت هي دوما تجيبني إذا لم تذهب إلى المدرسة لن أسمح لك بلعب كرة القدم. كنت أتحسن فورا وأحضر نفسي للذهاب إلى الابتدائية.
قبل كل شيء كان من دواعي سروري أن أدرس، لم يكن ذلك أمر يثقل كاهلي. القيام بشيء آخر مختلف عن كرة القدم كان يسمح لي لعقلي بالتفتح أكثر. حينها كنت عندما أشعر بالتعب أتوقف مباشرة. حقيقة ساعدني ذلك كثيرا. إذا لم تكن صارما في المباريات، إذا لم تكن تتخذ القرارات السريعة في أرضية الميدان، لن تصل أبدا إلى أعلى مستوى في كرة القدم. الدراسة ساعدتني كثيرا في كرة القدم وكذا في حياتي بصفة عامة. عندما بدأت الدراسة في المستوى العالي لم أكن قد كونت عائلة. كنت أتدرب صباحا، أعود إلى المنزل بعد وجبة الغداء، أرتاح قليلا ثم أبدأ الدراسة، وهذا لمدة ساعتين من الساعة 5 إلى 7 مساء أو من 4:30 إلى 6:30 مساء. في مرحلة تحضير الاختبارات كنت أدرس أيضا وأنا برفقة فريق يوفنتوس الإيطالي. لقد كان ذلك يساعدني في تخفيف الضغط الذي نواجهه في كرة القدم. لكن عندما ولدت ابنتي كنت أدرس فقط عندما أكون متواجدا مع الفريق في التربصات، عندما أكون في سفر أو في الليلة التي تسبق اللقاءات. في وقتنا الحالي أضحى سهلا الدراسة مقارنة بما كان عليه في بدايتي قبل 15 سنة. الآن هناك دروس مخصصة فقط للاعبين المحترفين. بعض الجامعات توفر دروسا عن بعد عبر الانترنت وتحت إشراف أساتذة مختصين في مرافقة الرياضيين، على سبيل المثال جامعة تورينو من بين هذه الأمثلة، وقد ساعدوني كثيرا على إكمال دراساتي الجامعية والحصول على ماجستير في إدارة الأعمال، وهذا عبر تخصيص مشرفين كلما احتجت لذلك. لم أفوت ولو مرة واحدة حضور التدريبات للذهاب إلى الجامعة. بالنسبة لنا كلاعبين ليست لدينا التزامات طيلة 24 ساعة في اليوم. اللاعب بالتالي يمكنه تخصيص وقت للدراسة وعدم توفيت أي دقيقة تمنعه من التوفيق بين الدراسة وممارسة الرياضة التي يحبها. علينا تشجيع اللاعبين على الدراسة. حاليا هناك البعض تمكنوا من الحصول على شهادة جامعية لأن الحياة طويلة وقد تكون أجمل بعد نهاية المسيرة الكروية، لكن صراحة عليك أن تستعد لذلك حتى لا تجد نفسك وأنت تصل إلى سن 35 عاما دون معرفة ما الذي ستفعله في حياتك بعد اعتزالك كرة القدم. بعض اللاعبين فقط من سيتمكنون من الحصول على عمل. هناك للأسف أيضا خطر الانهيار العصبي، حيث هناك العديد من اللاعبين وجدوا نفسهم في وضعية مالية صعبة. لو درسوا لكانت عقولهم أكثر تفتحا. كل شخص لديه اهتمامات مختلفة ويمكنه اختيار المسار الذي يسلكه بعد كرة القدم. الأهم أن يقوم اللاعب بشيء ما ولا يترك نفسه دون مسار واضح. بالنسبة لي أريد أن أبقى في عالم كرة القدم لأنه المجال الذي أجد فيه راحتي، ربما من خلال منصب إداري بدلا من وظيفة في التدريب، لكن الأكيد أنني سأستمر في التعلم ولا أكتفي بالقول أنني لعبت لمدة 15 عاما مع يوفنتوس الإيطالي وكذا المنتخب الإيطالي، أو يمكنني أن أبدأ وظيفة جديدة معتقدا أنني أعرف كل شيء. على اللاعبين التفكير في الحياة التي تلي اعتزالهم اللاعب وهم في بداية مسيرتهم، مثلا في سن 20 إلى 25 عاما قد تشعر أنك في أوج عطائك، لكن عليك أن تبدأ في التفكير في المستقبل لأن حياتك المهنية في سن 35 ستنتهي بشكل أو بآخر. قدرة على لعب كرة القدم قد لا تكفيك في ضمان حياة جميلة وسعيدة. دونك باش تكون عندك هذيك لا نوسيون باش تفهم ان اكزرسيس ولا ان ميساج تاع مدرب، لازم يكون عندك ان مينيموم دو كومبريونسيون وتقدر تلحق بها الميساج للزملاء تاعك، خاصة اليوم وين اصبحت لعبة كرة القدم تعتمد كثيرا على التكتيك. حتى اللي يكون متمدرس ولا عنده مستوى جامعي ربما المفهوم التكتيكي حتى بعض المدربين فيه يعني كيما نقولوا عدم فهم ما بين التكتيك والسيستم دو جو. مثلا الناس يقول لك تكتيكمون اليوم لعبنا 4-4-2، لا
4 4 2 ماهيش تكتيك، راه سيستم دو جو. وشنو هو التكتيك المفهوم ديالو وشنو هو؟ هنا المشكل اللي صرا يعني كل اللي قرا وكل اللي ما قراش راه نفس الشيء، لان المعلومات اللي طاوهم له هو المعلومات كانت غلطه. سي سي لا كولتور تكتيك، كاين دي تيرم اللي حيكونوا اون فرونسي حيكونوا كذا، نتايا الواحد اللي قاري حيفهمهم. هذه يعني ديجا الفت كيكون عندك مستوى وكيفاش المستوى نقولوا مواصل تسهلك اشياء كثيره، يعني بداو داخل تستوعب الافكار تاع المدرب تاعك قبل الرفقاء. الاستيعاب يكون اكثر من اللاعبين الاخرين، باسكو شغل كيمد لك لونترينر حاجه شغل تستوعبها تمتم، شغل تكون فاهم. كاين اللي شويه شغل ما في الدراسه ما يكونوش ملاح، تما تجيه شويه صعيب. باسكو دوكا ما خبيش عليك لو فوتبول لي تيرم تاكتيك سي دي تيرم يونيفرسال، سي دي تيرم تكنيك، والطفل لازم يفهمهم. كاين دراسه نظريه باش تروح للتطبيقي، باش يعني باش سيتو كي تعمل عمل تكتيكي دير درس نظري تشرح فيه كاع الامور عن طريق الفيديو، عن طريق يعني العوامل التكنولوجيه الحديثه، ومن بعد تروح للتطبيق. التطبيق ولهذا يعني هنايا يعني الاستيعاب والاسيميلاسيون تاع لي زاسبي تكنيك وتكتيك هذا يطلب الذكاء وفطنه. الفطنه هذيك تخلي اللاعب انه يستوعب بسرعه ويتماشى مع عوامل الكره الحديثه. اللغه اللي لما تفهمش يعني المصطلحات اللي راه يتكلم بيك وبعد المصطلحات يعني، لان تماك لما يتكلم معاك ولا عنده هدف، والهدف تاعو لازم تستوعب واش حاب يدير به وين يروح به. هذه هي لما تكون عندك مستوى جامعي لما تتكلم يعني هذه بكل بساطه تفهمها. يعني هذه زافي سولفي ان بوان تري امبورطون، يعني صح كم من مره يعني ابخي احنا الجزائريين اللغة الأجنبية ماشي لغة الأم، يعني نقدر نفكروا بصح واحد كل كان كل واحد فينا يدير دي زيفور ويتعلم اللغة ولا كان تسهل عليه أشياء كثيرة. كانوا بزاف لاعبين لي زيتي فريمون طالونتيو، ومالوريزمون نحس اللغة والفكرة ما كانش توصل، كانوا عندهم عوائق شوية. والإنسان اللي راه يشوف روحه باللي هذاك اللاعب كرة القدم اللي راه في الأصناف الشبانية ويشوف روحه باللي حتكون عنده إمارة كارير، je pense qu'il faut précipiter les choses ou يتعلم لي لونغ سا كوتريان. انا نعاود نقولها ونعاودها لي سا كوتريان سيتو لي لونغ. مانيش حنقول لك تعلم لي مات ولا تعلم الفيزياء ولا تعلم لي لونغ برك، باش هذا الشيء حيعاونو حيخلوك تتواصل، حيسهلوا لك التواصل مع دي زونطاينور ايترونجي، مع اللي حيكون معاك في لا سويت دو تا كارير. تكون في ليكيب ناسيونال ميم شغل هذه بيريود تاليه معك لي جوار دي زيميغري كاين اللي يلعبوا في ليك في لونجلتير، كاين اللي يلعبوا في فرنسا، تسمى لازم تعلم اللغه باه تبدا تهضر معاهم. ما مشغول احنا عندنا لي جوار لا بليبار فرونسي، تسمى لازم تتكلم اللغه الفرنسيه باه تعلم معاهم. ما في اتحاد العاصمه كاين دي زونترينور شغل ما يهضروش عربيه، غير يهضروا غير فرونسي، كاين اللي يهضر انجليش. ما هذه خلتني باش لازم نخصص وقت باش نتعلم اللغات الاجنبيه. انا الحمد لله شغل كومينيكي شويه فرونسي شويه انجلي، تما ما لقيتش بزاف صعوبات. شغل نهضر مع صحابي تاع لي زيميغري، نهضر مع لونترينور، ميم لونترينور يهضر معنا اون فرونسي باسكو لا بليبار دي زيميغري، تما نفهموه عادي. وهي صح تلقى صعوبات باسكو كاين لي جوار يهضروا انجلي، تما دراسه تهمك بزاف هذا الكوتي تاع كومينيكاسيون اي تو. تما هي صح لازم قرايه تفيدك بزاف في مشوارك الكروي. Por los estudiantes Erasmus, España es el destino más popular y preferido en todos los países excepto Noruega. Tú eres más inteligente. Ouais, filou 4h. Tu es resté combien de temps? Je suis resté 3h15. Après je suis sorti, j'ai pris sujet 2 sur les croyances. Ouais, c'est en rapport avec le football et c'est celui que je connaissais le mieux, donc je l'ai choisi direct. Bah ça marche bien au foot et j'espère que ça va aussi bien marcher à l'école. Ah ouais, si j'ai le bac, et bah je me mettrai dans Booba et je ferai un tour de terrain. في سبيل المثال حنا في المنتخب الوطني كاين لاعبين مغتربين،
دي فوا يجيك لاعب من انجلترا، دي فوا يجيك لاعب من اسبانيا، دي فوا يجيك لاعب من فرنسا. من المدربين من المستحيل يتحسنوا يعني يحسنوا يعني المستوى تاعهم اللغوي، خاصه في المجال اللغات. انا بيرسونالمون انا نظرا بكل صراحه انا ماذا بين نتعلم الاسبانيه هيدا، باش كاين لاعبين اسبانيين اللي بالك نتعامل معاهم، كاين مدربين اسبانيين اللي بدنا نتعامل معاهم، خاصه وين نعرفوا دوك اسبانيا في مجال التدريب والتكوين عندهم يعني تجربه كبيره في مجال التكوين. احنا ماذا بينا نتعلموا اللغه الاسبانيه كذلك. المحيط لو المحيط تاعو خلاه يتعلم. لا انا اليوم نمدوا مثلا امتيت اكزومبل مثلا واسمه غوارديولا لما جاء من برشلونه راح البايا واسمه دومينيخ، الشهرين الاولين تعلم اللغه الالمانيه. خيرن verzeihen Sie mir mein Deutsch, aber ich habe ein Jahr in New York gelebt. الندوة الصحفية تاعو الأولى كان يجاوب الصحفيين الألمانيين باللغة الألمانية. هم اليوم هذه راح البطولة الإنجليزية كيف؟ أسهل شيء هو اللي يتعلمه الإنسان هي اللغات. يعني على الأقل إذا كنت أنت كلاعب ولا عندك الطموح باش تلعب تخرج إلى يعني أوروبا تلعب، ولا على الاقل تكون عندك لغتين اللي يعني تتحكم فيها بغض النظر اللغه العربيه بالطبع، عندك لغتين الانجليزيه مثلا، الاسبانيه، الفرنسيه، على الاقل هنا لغتين تقدر يعني باش تكون عندك لا كومونيكاسيون. بعض اللاعبين فهموا ومع مرور الوقت شافوا بلي الى ما تقراش، باسكو لا كارير تاع جوار صغيره وتقدر تحبس اتو مومون. كاين بالك درتوها ديجا في لي دوكيومونتير تاعكم، دي بليسور يقدروا يحبسوا لا كارير تاع جوار، واش دير ما بعد لا كارير؟ دونك هذا سي امبورطون باش الواحد يخمم لها. انا نقول لك اليوم لاعبين لعبوا في المنتخب الوطني ما عندوش 100,000 في جيبه، لاعبين لعبوا في المستوى العالي واسمو نجم نقول لك بلي راهم يعيشوا حياه يعني مزريه. اليوم هاد اللاعبين ما يعرفوش يخمو ابري لا كاريير تاعهم. بيان سور يا صراحه انا بديت ديجا ندخل في هذا الدومين اللي هو عالم الصحافه، اللي هو إلي فاست صراحه، هو عالم اخر. دونك سي فري كو جي تيرميني جي كونتيني ما كاريير مان. Après, il faut prendre sa retraite. J'étais au lycée, c'est un peu mon milieu, donc c'est le milieu sportif. Et en même temps, je fais mon métier de médecin, donc qui me dit que je suis dans mon milieu terré. Je dis aux joueurs, je dis aux joueurs, ne vous attendez pas, qu'ils viennent vous apprendre et vous apprendre des choses. C'est ce qui est un peu plus de 23-24 ans. Il a le temps de faire des heures par jour. يقدر يدرس ويتعلم اشياء كثيره، هذا الشيء راح يساعده في مشواره الكروي. مش 100% ولكن 70 او 80% المستوى الدراسي يساعد الرياضي باش يطور الامكانات تاعو ويروح للمستوى العالي. نشكر ثانويه احمد علي بعين دفله العام اللي فات اللي ساعدوني باش نجحت في قرايتي العام اللي فات، ونتمنى من ثانويه امير عبد القادر باب الود باش يساعدوني ثاني كما في عين دفلا. وهذا مكان كلمة أخيرة، نشكركم على هذه الاستضافة، نشكر المدربين، نشكر العائلة تاعي خاوتي، نشكر خوالي اللي عاونوني بزاف تانيك، وإن شاء الله مدابيا نكون نخرج للخارج نلعب، وإن شاء الله نديروا مشوار جيد كرة القدم. من خلال هذا الوثائقي أردنا أن نبين لكم ما مدى أهمية المستوى الثقافي وكذا المستوى التعليمي في مسيرة أي لاعب، خاصة إذا كان هدفه هو الاحتراف خارج الوطن. على أمل أن نلتقي معكم في وثائق آخر. يمكنكم مشاهدة كل أعداد سابقة من السلسلة الوثائقية لا كازا ديال سبور عبر المواقع الظاهرة أسفل الشاشة. كان معكم عمر بودي وطاقم فريق لا كازا ديال سبور. سهرة ممتعة، سلام.